سنسيلك بتقنية نانو تعمل على ترطيبه من الجذور إلى الأطراف لتتركه فائق النعومة والإنسيابية. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية سنسيلك. ديرنا لحنا ديرنا لحنا يا ورانا تصوفنا غير حنا ما تزوجنا. يا عزيزي راسك ماشي هكذا كيغنوها اون بلوس هذه تحتانا شي تعزم. يا على بالي يما على بالي علاش حكيت كوبي فيا؟ انا عجبني اللحن برك بلوس الكلمات الدواعي. اوه انا شايفتها بلي حنقلبها كاع نولي نغني. هذا كي تدفنيني انا وبعدك ومن بعد تقولي راسك لحبيتي. بصح واش فيها؟ واش فيها معناتها هذوما اللي راهم يغنوا خير مني انا؟ راني ترشوا برك راهم يقولوا فرشي لي نرقد راني عيان. هذا كلام هذا في خاطر زينو رزينو نينو والياس زرق عينو. خلينا من هادي 200,000 في خطر فوزي مول الجاكوزي وفي خطر مريم مولات الباصات وفي خطر أنيسة مولات السيليكات سونز اوبليي اختي تورا الزي قا مولات الديكات. شوف تبلع فمك سينو حنا نعميك بهاد الفرشيطة قاعد هنا مع الوليات مخلي الزرقاء اخرج برا. هبتوني سامر نقول لك حاجة ريحي بايرة مات الخطبي مات الزوجي. قلت لماما تشري لك ولا تعطي لك المصروف تاع لا جورني فكر في شهر لا جوز هاي ديس ارجع 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 وهذا في خطر رياض لي دوموندا جيس يا كنت نحتاج في عين بليس اخرج عليا ونضرب حديده تاع سيس واش ما داك على جنديس نسى غير برا نضرب سيريسيس راس ماما بقى لنا غير فيسبوك فيسبوك ماشي فيسبوك يا رياض يا اخو خصوك ديس عباك انا تاني وني خممني نجيبه مع بالك بايرة بايرة ايا اسقي على وليدك تقول لي بايرة انا الله يعاونك يا مولاة الدار على سلامتك يا مول الخير. الله 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 بارك الله فيك. شفتي التربية نتاع وليدك؟ ها؟ شافني معبي بالقضية. بدل طريق. عم بالو ما شتوش، ما من تلعب يا الثعلب. ما نعرف لمن خرج فنيان هكذا. خرج الخال والرشيد. خلي خويا ترونكيل. هذه كامل التربية نتاعك يا لالا. حلو حلو معليش نسيت ما قلتلكش خير راني تلاقيت مع مصطفى. شكون مصطفى؟ هي جارنا اللي تكون تحت. شوفي اذا كتب المكتوب غدوه ان شاء الله راهم جايين يخطبوا بنتنا رازقه. ما تقوليش نوح وليدو وكاي من غير موح الصراحه. بصح موح الصراحه تقديم وعقليته وعره صحيح لازم تتزوج بنت ليو هذاك واش اللي قلهم المهم راجل يسترها. شوفي اهدري معها وقنعيها وقولي لها بالك تبهدلنا مع الناس كيما موالفه فهمتي وزيدي قولي لها اذا خزر فيها اطحط عينيها. ياك تعرف بنتك عقليتها قبيحه وتشر ساسي ومشرن. بصح نقول لك حاجه لازم تتزوج هذه الخطره. انا ما تقعدليش فوق قلبي بايره ما تقعدليش لازم تتزوج. نزوجوها وتروح علينا ونبقاو انا وياك الراس بالراس. ها الراس بالراس وانا كي نتزوج وين نسكن؟ انت تسكن في الكوزينه. هيا هيا روح ادي القضيان ادي القضيان الكوزينه. حق ما شفتني في الطريق وما عاونتنيش سينو والله والله ما طيح لك. نتزوج واش قلت لك يا لالا؟ ها ما تقولي لي والو صبرينا شحال من خطره نقول لك ما زيديش تبيبي لي باسكو انا ما عنديش دراهم باش نعاود لك. عزيتي فيا عنيتي كاع دراهم اللي عندك ما تقولي لي والو. ياما انتي هكذا دايره ما تبدليش. شوفي الزعفي ولا خبطي راسك في البورطاي تاع الحانوت داكوغ. ديجا نقول لك حاجه ما تزيديش تعاودي لي ما تزيديش ما تزيديش تعاودي لي كرهتك يا كرهتك يا تسمعي مجربة طلابة مجربة طلابة طلابة
حين ندبهم هكذا ربيتكم انا باش تهضروا مع الناس. ما تدخليش روحك يما، الصمت تاع دلعبنا عرفوا هذا الجار تاع بوسك من فمه حتى تقضي صلاحك منه. تعرفيه طفلة نعرفها بخدمتها بدراهمها دارها طوموبيل. اسمح لي على عينيتي. شوفي شوفي البؤس يمشي، البؤس يمشي ديريكت. خلاص ما تقلقيش، جبت لك خبر يفرح. صح غدوة غدوة راه جايين لنا الخطابة. شكون شو خطبوني انا؟ شكون موح وليد جارنا مصطفى. موح ما تقولي ليش برك موح الصراحة. هو بدات سيد نطلق لك مرات الفقد رجال. الراجل ما يتعايبش يا بنتي. بركة يما هذاك قديم 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 سين قديم قديم يما فكرني في معهد سايس بيكو. شوف هذا عبالك شغل الهضرة تاعو شغل عصر الحجاري. مع الوقت يكون تفتح. على كل حال غدوة راهم جايين ان شاء الله ولي فيه الخير ربي يجيبو. شو بك يما راك تصبري في روحك؟ عباد كيما هادو ما يتبتلوش. حبس يقعد حبس. اسمعي ديري لي الوجه ليا ولبابك. شوفي ما نضمن لك شغل يغلط معايا نعطيه. اسمع تبهدليني انا وبابك نوري لك. انا كيفاش الحاج؟ كيما تعرف محمد وليدي ما كاش اللي ما يعرفوش على الصراحه ديالو. اللي في قلبه في لسانه. حقو يا خاشيا ما كاش اللي ما يعرفش الصراحه. واش نقول لكم؟ على كل حال احنا نحوسوا غير الهنا والسعاده والصحه والذريه الصالحه لبنتنا رزق. وليدي طلق ثلاثه على جال الرجله. ثلاثه هات الله يبارك مع السلامه. نقولوا بارك فيك. الى عندكم كش حاجه تقولوها غير قولوها. ليكس كوستيم يا خو كوستيم بالصحه. قبل ما نخطب لازم نكونوا صريحين بيناتنا. صراحة راح يولي انا انسان رجلاوي الف الكونتر. يعني بلع بلع باينة رجلا خمقات في الكرافطة وفي الجاد. انا المرأة عندي تقعد في الدار الخدمة ما كاش الضياف ما كاش والباب والتاطا مغلوقين على العام. تجي داركم غير في العيد وما تباتش. خلينا مصروف غير تاع الحليب والخبز. ودا غلطت معايا في كاش هضره نفليكسيها لكم. شنو لي حاسه الطيحه تاعي طلعوا المغيغه هنايا هنا. واش بك حسبني قطه تخلي لي الحليب؟ واش واش احشم داك الحق اختي. واش خو استعمار واش وقتاش ولاو الاناني شاهدرو ورجال حاضرين. معليش يا ريدي معليش كاين لك هو. واش وراه الرجال تاعك الاناني شاهدرو ويغلبوك. معليش يا وليدي ما نقولك. المهم انت ما تغلبنيش. شوية قدر يا وشوية قدر يا جماعة صراحة هذا الحليل العقل حليل بالله. اسمع عمو هذا الكلام قولوا لوليدك الصراحة. أكعب تعرف الصراحة تاعي كيفاش دايرة يا مح الصراحة تعرف أكعب تعرف يا ربا هاب نوب 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 راك تشوف فيا أنايا. شوف ميز ميز انا وسمني رزيقه هكذا وكي تقلق انا يطلعوا لي جنوني. راه كيفاش يسموني حماده يا حماده. يوزع اما بابا هيا نروح ما نسويتش. هيا يما بابا هيا برافو. هاي وش ال كعبة ديالتي ثاني رزيقة. ابتكرنا سانسيك بتقنية نانو تعمل على ترطيبه من الجذور إلى الأطراف لتتركه فائق النعومة والإنسيابية. قدم لك